بسم الله. احنا قبل كده كان عندنا في كهنة مانج بلاقي البروجكت برامتر وبلاقي الشيرد برامتر. بروجكت برامتر بلاقي البرامتر اللي موجودة في المشروع الخاص بالمشروع دوت. الشيرد برامتر بلاقي البرامتر اللي هو مشترك بين المشاريع كلها، بما ملف تكست بقول له براوس وافتحه. تمام، انا انزل لي بقى حاجة جديدة في 2017 اسمها جلوبال برامترز، اللي هي عبارة عن ايه؟ لو انا عايز اقول المسافة من هنا لهنا كذا، تمام، فاقول له جلوبال برامتر واقول له اعمل لي برامتر جديد وسميه مثلا صوفة. تمام، واقول له اوكي. اوكي، هاجي اخد دايمنشن من هنا لهنا وهقول له ده اعمله برامتر. ممكن يكون عندي كذا كنبه وعايز لما اعدلهم كلهم مره واحده، او المسافه بين الباب للحيطه تبقى كلها مره واحده تتغير، هقول له ليبل واقول له صوفه، او اجي من هنا واحدد برامتر جديد لو انا عايز. تمام، طيب دلوقتي انا استفدت ايه؟ في اي وقت لو انا عملت الموضوع ده كذا مره، اروح داخل هنا في الجلوبال برامتر واغيره مره واحده، اقول له مثلا المسافه من الصوفه للحيطه خليها 1000 مثلا، اي او 313 رقم عربية بطوط. تمام، فاضافة حلوة للريفت.